في مدينة إعزاز يحول مراد كمال البالغ من العمر 32 عاماً الزجاج المتكسر إلى فن وجمال، ورغم الظروف الصعبة التي أجبرت أكثر من 30 معمل زجاج في بلدة أرمناز على الإغلاق، استقر مراد في مدينة إعزاز وأعاد فتح معمله ليعيد إشعال نار التصنيع من جديد. يشتري مراد الزجاج المتكسر من الباعة الجوالين ويفرزه بعناية حسب النوع، ثم يصهره في فرن يصل حرارته إلى 900 درجة مئوية، وجميع مراحل التصنيع تجرى يدويا بأيدي عاملة خبيرة، ويوفر المعمل فرصة عمل لأكثر من 30 عاملا. كما يجسد معمل مراد كمال أملا في بناء مستقبل أفضل في مدينة إعزاز، ويشير إلى قدرة الروح الاستثمارية والإبداعية على التغلب على الصعوبات وإعادة إحياء المشاريع الناجحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك مراد كمال دسوقي من بلدة أرمناز. ولا نحن حاليا موجودين في إعزاز، منطقة اسمها كفر كلبين، ونحن بلشنا بصناعة الزجاج ورثناها عن أباتنا وأجدادنا والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للزجاج عم نلاقي صعوبة فيه والمازوت، يعني نحن كنا في منطقة إدلب وانتقلنا لهون بسبب انه ما بقى المازوت ما بقى يساعدنا لمنطقة العمل، تمام، انه صارت معيشة صعبة كتير. فالحمد لله رب العالمين هون يعني لقينا أوفر شوي، والمنطقة الحمد لله مرتاحين، وإن شاء الله لقدام في أحسن وفي تطور بإذن الله. بالنسبة لصناعة الزجاج عنا المرحلة الأولى هي تعتمد المنطقة يعني الأساسية إنه الإزاز الكسر من عند البلورجية، تمام، والمنطقة الثانية عشان شوفت عينك الشغيلة، يعني أنا عندي اليوم الشغيلة حوالي 25-30 شغيل، يعني على مدار 24 ساعة. مراحل العمل عنا أول شيء الصناعة بالفرن، تمام، وعنا مرحلة بيقولوا لها المشوي، هي للتخمير تبريد القطع، بعد منها بنسحبها من تاني ميل لحتى تصير من درجة الحرارة 500 للصفر، يعني طبعا كل نص ساعة بتصير بتبرد بتبرد الحرارة شوي لتوصل لمنطقة انه ما بيضل عليها اذى او كسر. بعد المنه بنغسلها وبنبلش، وقع عنا الرسام بيصير بيرسم اول باول.